Hey everyone, with you Mishay Ma'moun here. Today let's start with English Zone for Primer 3. زي ما احنا متعودين دايما انه اي يونت بتبتدي بيها بنيو ووردز. Let's start with the new words. Please listen to me carefully. Journey, journey. Story, story. Spider, spider. Comic book, comic book. King, king. Pirate, pirate. Magician, magician. Princess, princess. Okay. Adjectives, الصفات. Strong, weak. Opposite is weak. Friendly, helpful. Blonde, powerful. Handsome. الجرامر هنا بيتكلم the past simple tense وزمن الماضي البسيط. وهو بيتكون من التصريف التاني للفعل. ناخد بالنا في حاجة اسمها time guides or keywords or guide words اللي هي كلمات تدل عن الزمن اللي بترشدني تقول ان الجملة دي في الباست لما يجي لي yesterday, ago, last year, last week, in the past, this morning, once upon a time, one day. وناخد بالنا كمان ان الفعل بيتقسم ما بين حاجتين, في فعل منتظم وبنسميه regular وفعل غير منتظم وبنسميه irregular. الفعل المنتظم هو دايما بنحط في نهايته يا اما دي or ed or ied, لكن غير منتظم هو ليه تصريف تانية خالص زي buy, bought زي ما احنا شايفين see, saw, write, wrote. اوكي تمام. كمان عندي هنا في الهيلبينج فيربس اللي هي فعل المساعدة ليها past, يعني am is الباست الماضي هو, was are the past is where, have has had, do does did. اوكي نفرق بس تبقى احنا عارفين ايه هو الماضي وهو الفعل في present. will would can could must had to shall should may might. وناخد بالنا انه في النيجاتيف زي ما احنا شايفين تحت لو انا عايز انفي الجمله في الماضي في النيجاتيف مهم جدا انه didn't بتتحط وراها الفيرب في الانفينيتيف. اهو I played yesterday دي جمله مثبته, انا لعبت امبارح. النفي بتاعها نيجاتيف بيقول ايه؟ I didn't play, ما قلتش played قلت play. الفيرب نزل في الانفينيتيف في المصدر عشان في didn't. طب لو هعمل question برضو بسال did وراها subject وبعدين الفيرب في الانفينيتيف. For example, did you watch TV? انت اتفرجت على التلفزيون؟ يا اما بجاوب yes I did or no I didn't. Did he drink milk? Yes he did, no he didn't. وناخد بالنا زي ما احنا شايفين الفيرب نازل في الانفينيتيف. في watch و drink الفيرب نازل في الانفينيتيف فورم في المصدر, يعني مش متصرف في الماضي, مش متصرف في الماضي سواء فعل منتظم او غير منتظم. ومهم كمان يبقى احنا عارفين وحافظين الافعال الغير منتظمه تصرفاتها ايه عشان ما تجيش تلخبطنا في الامتحان ونحس ان احنا متلخبطين. اوكي هنا معانا بقى سام اكسرسايزز كده على الري رايت اللي هو بيخوفنا كتير وبيرعبنا كتير بس احنا قدها وقدود. نمبر 1 yes she made a nice cake. ايوه هي عملت كيكه لطيفه جدا. هنا عايز اسال question mark اهو نسال بديد. احنا اتفقنا دي لو جت في question لازم الفيرب ينزل في الانفينيتيف. طب انا هنا بدور على الفيرب, فين هنا الفيرب في الجمله؟ فين هنا الفعل؟ قال لك ميد, طب هقف شويه, ميد ده في الباست. طب في البريزنت ايه فعله الاساسي؟ لازم افكر ولازم اكون حافظ. يبقى هو ميك. فيري جود, فعلا ميك. يبقى هنقول ايه؟ did she make a nice cake. did she make a nice cake, هل هي عملت كيكه لطيفه؟ yes she made a nice cake. عرفنا اللعبة فين؟ ناخد بالنا جدا واحنا بنفرق بين الأفعال وعارفين تصرفاتها كويس جدا زي ما انا قلت لكم. ده كان الدرس الأول lesson A for English zone for primary 3. thanks for watching and see you soon.